من بغداد ينضم إلينا مراسلنا هناك حيدر البدري. مرحبا بك حيدر. ضعنا في آخر التصريحات والمواقف الرسمية حول التصعيد في المنطقة والمخاوف طبعا من ضرب أهداف على الأراضي العراقية. نعم حيدر. أهلا رويدة، أهلا بكل من يشاهد يو تي في. يجب أن نقول بأن اليوم الحكومة العراقية هي أمام مفترق طرق وأمام قرار صعب جدا. الحكومة حاولت النأي بنفسها عن الدخول حاولت أن تمسك العصا من المنتصف قدر الإمكان في الحرب الدائرة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة. التصعيد الأخير الذي مارسه الكيان الصهيوني من قصف لضاحية بيروت الجنوبية وقبلها غزة، وتهديداته الأخيرة بوجود بنك أهداف عراقي يجب مهاجمته بعد حادثة الجولان التي قيل أنها نفذت بمسيرات انطلقت من العراق تركت اليوم البلاد. طبعا على يعني اليوم قوات الجيش ملتزمة بالإنذار جيم، كذلك قوات الشرطة، الكل متخوف من احتمالية التصاعد، رغم أن خبراء الأمن يؤكدون بأن الضربة إن حدثت أو إن شنت هذه الهجمة الصهيونية فإنها ستكون محدودة. وسبب في ذلك أو الذي يطمئن هؤلاء المحللين بهذا الأمر هو وجود الولايات المتحدة كحليف استراتيجي موقعا لمذكرة أمنية مشتركة مع جمهورية العراق. لكن بالتأكيد هذا لن يبعد عن العراق كثيرا عن خطر الحرب. اليوم الحكومة كانت واضحة في رسالتها عن طريق المتحدث باسمها باسم العوادي، تحدث أن قرار الحرب أو القرار الدستوري الخاص بإعلان الحرب أو السلام أو غيرها هي من مسؤولية الحكومة، والحكومة انطلقت بدعم القضية الفلسطينية وبدعم اللبناني من ثلاث منطلقات، إعلاميا وإنسانيا واجتماعيا. الجانب الإنساني كانت هنالك الكثير من المساعدات، ما يعلنه أو ما يؤكد عليه المتحدث باسم الحكومة بأنه لا يوجد أي دعم عسكري لهذه العملية، يعني عملية دعم الفلسطينيين واللبنانيين لم تتضمن أي دعم عسكري. وهو أيضا إعلان واضح على عدم رغبة العراق بالدخول بأي حرب والدخول بمستنقع هذه الحرب التي ربما يريدها الكيان الصهيوني أن تكون إقليمية. اليوم الكل حذر، الكل متخوف، يتوقع الجميع أن هنالك قد تكون هنالك ضربة جوية، يتمنى الجميع أن تكون هذه الضربات محدودة، لا تتعرض للمنشآت النفطية مثلا أو للموانئ أو للبنى التحتية العراقية. وهذا ما يتفائل به المتخصصون القريبون من مركز القرار بأن هنالك حراكا دبلوماسيا سريا يجري الآن وحتى علنيا من خلال الحكومة عن طريق السفارة الأمريكية في بغداد وعن طريق الحكومة الأمريكية لتجنيب العراق أي ضربات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في حال لا سمح الله تم قصف المنشآت النفطية أو الموانئ، أو تجنيب العراق مشاكل كثيرة أو ظروفا صعبة في حال ضرب الجسور أو الأماكن أو البنى التحتية العراقية. حيدر، يعني بالشارع بالمقاهي حتى على السوشيال ميديا كيف يتداول العراقيين وخصوصا أهالي بغداد طبعا الأنباء عن التصعيد بالمنطقة؟ يعني الأنباء أهم ما تأثر به الشارع العراقي هو ارتفاع أسعار الدولار مرة أخرى. اليوم الدولار وصل إلى حاجز 155,000 لكل 100 دولار، كان مستقرا على 48.5-49 في الأيام السابقة. هذه أول نقطة. هنالك بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن أنه يجب التخزين المواد، يجب كذا، هذا لم نشاهده بالشارع. يعني الحركة جدا طبيعية، الناس يمارسون حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي. ما زالت أجواء الحزن تخيم على العراقيين بسبب القصف المستمر للضاحية الجنوبية وعجز العراقيين عن تقديم شيء اللهم للمساعدات المادية واللوجستية التي هم مستمرون بتقديمها. التخوف من الحرب والتخوف من الضربة موجود أكيد لدى الناس، لكن في نفس الوقت يعني يرى البعض أنه يعني إن جاءت يعني لا حل أمامهم إلا الوقوف مع العراق البلد في حالة حدوث أي طارئ لا سامح الله. لكن بصورة عامة الحياة تسير بشكل طبيعي، ليس هنالك تأثير كبير، وربما المواطن العراقي تعود أيضا على هذه الأخبار كثيرة خلال يعني من بداية
ربما تأسيس الدولة العراقية. فلا يوجد الكثير من القلق في الشارع عدا ارتفاع سعر الدولار، والذي يقول اقتصاديون أنه ربما بتواتر الأخبار عن ضربة جوية أو شيء من هذا النوع أو زيادة أو استهداف المنشآت النفطية الإيرانية أو العراقية أو الموانئ قد يزداد سعر الدولار أيضا في المستقبل القريب. نعم، شكرا على هذه الإحاطة حيدر البدري مراسل يو تي في، شكرا جزيلا لك.